مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكون كلكم كويسين وبخير في ظل الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي. آخر مرة أنا كنت فيها معاكم كانت ممرة مباشرة قبل امتحان منتصف الترم. كنت فيها اديتكم 3 موضوعات. كان أول موضوع مقدمة في إدارة الموارد البشرية الحديثة، اديت لكم موضوع تاني اللي هو الاتجاهات الحديثة في توصيف الوظائف، وبعدين خدنا موضوع تالت كان عن كيفية اختيار المرشحين للوظائف وتعيينهم. اتكلمنا عن ازاي بيتم استقطابهم، اتكلمنا على كيفية إجراء المقابلات معهم ومشكلات هذه المقابلات وازاي نتغلب عليها. الموضوعات التلاتة دي هي اللي انتوا امتحنتم فيها امتحان منتصف الترم. انا بقيلي معاكم عبارة عن 3 محاضرات اخرى، وفيها هتكلم عن موضوعين: موضوع تقييم اداء العاملين وده عبارة عن محاضرتين، وموضوع تاني وهو موضوع تدريب العاملين وده بياخد محاضرة. انا هتناول معاكم النهاردة موضوع تقييم أداء العاملين. في موضوع تقييم أداء العاملين أنا عايزاكم تعرفوا فيه 6 نقاط. عايزاكم تعرفوا أول حاجة يعني إيه تقييم أداء عاملين، إيه المقصود به، ليه بنعمل تقييم أداء عاملين، إيه أهدافه، ليه المنظمة بتعمل هذا الموضوع. نمرة 3، مين اللي بيقوم بتقييم أداء العاملين. نمرة 4، إزاي نعمل تقييم أداء العاملين، إزاي المنظمة تقوم بتقييم أداء العاملين، إيه هي الطرق اللي بتستخدمها لتقييم أداء العاملين. نمرة 5، إيه هي مشكلات تقييم أداء العاملين اللي ممكن تصادفها المنظمة وإزاي تتغلب عليها. نمرة 6، في مقابلة اسمها مقابلة تقييم أداء العاملين بيجروها المشرفين في كل المنظمات، عايزاكم تعرفوا كيفية إجراء هذه المقابلات. هنتناول الوقت النقطة الأولى اللي هو إيه هو مفهوم تقييم أداء العاملين. المقصود بتقييم أداء العاملين إن أنا بقارن أداء العامل الحالي وقارنه بالمستويات أو بالأهداف اللي أنا كنت حطها له والمطلوب منه تحقيقها. لو كان أداؤه جيد المشرف بيقوم بدعمه ومكافئته، لو كان الأداء ضعيف فلازم أعرف إيه هي الأسباب وأعالجها. يعني لو كان في جاب بين أداؤه الحالي وبين الأداء المطلوب منه يبقى لازم يكون في خلل، لازم يكون في خلل معين، فلازم أبحث عن هذا الخلل وأشوف أعالجه إزاي. عملية التقييم بتاعنا من كده بيبان إنها بتبدأ بتحديد أهداف ومستويات للأداء، كأني أطلب منه إن هو ينتج مثلاً 20 وحدة معينة في 3 شهور، أو يعد 5 تقارير في 2 شهر. معنى إيه؟ أو يقابل 10 عملاء في هذا الشهر. هنا بحدد له أهداف، الأهداف دي زي ما بقولها كده لازم تكون واضحة محددة وقابلة للتطبيق وأقدر أقيسها، لازم تكون الأهداف كده يمكن قياسها وإلا هكون بظلم العامل. فبالتالي لازم الأهداف تكون واضحة ومحددة ويمكن قياسها ومرتبطة بزمن محدد، وبعد كده لازم أبلغ الموظف بنتيجة عمله اللي احنا بنسميها الفيدباك، بتعرفوا المصطلح ده الفيدباك أو التغذية العكسية. ده هو المقصود بتقييم أداء العاملين. نتنقل للنقطة الثالثة وهي ليه احنا بنقيم أداء العاملين؟ لماذا يجب تقييم أداء العاملين في المنظمات؟ طبعا ده النقطة دي في غاية الأهمية. إحنا بنقيم أداء العاملين أولاً عشان نحدد القرار المرتبط بالحوافز والمكافئات،
لأن مش معقولة هنساوي بين الشخص اللي أداؤه عالي جداً وبين الشخص اللي أداؤه متوسط أو الشخص اللي أداؤه منخفض. بالتالي أول حاجة الهدف من تقييم أداء العاملين إن هو أساس لاتخاذ قرارات الحوافز والمكافئات. الحاجة التانية أو الهدف التاني اللي ليه بقيم فيه أداء العاملين عشان أقدر أعرف إيه نقاط الضعف الموجودة في الأداء، إيه اللي ما بيخليهوش يوصل لمستويات الأداء المطلوبة، وبالتالي ده هيساعدني في إيه؟ ده هيساعدني في إن أحط لهذا العامل أعمل له برنامج تدريبي معين في النقطة اللي هو بيعاني منها فأقدر أكسبه المهارات وبالتالي يقدر يوصل لمستويات الأداء المطلوبة. يبقى تقييم أداء العاملين بيساعدني هنا في إيه؟ في وضع وتحديد أعمل خطة للبرامج التدريبية المطلوبة للمنظمة بناء على تقييم أداء العامل. الحاجة الثالثة اللي بيساعدني فيها تقييم أداء العاملين وهي برضو حاجة مهمة جدا إن هو بيساعدني في تحديد المسار الوظيفي للعامل، تحديد مين اللي يستحق الترقية ومين اللي ما يستحقش الترقية. وبالتالي هنا أنا بيبقى عندي أساس موضوعي، مش أي حد أنا برقيه ولا أي حد أنا بديله مكافأة، أنا بدي مكافأة أو برقي العامل بناء على أساس علمي موضوع وهو تقييم الأداء. الحاجة الأخيرة اللي بيساعدني فيها إن طبعاً الناس اللي أدائهم عالي، أنا مش بس أعالج الناس أعالج نقاط ضعف الناس اللي أدائهم منخفض، لأ أنا كمان الناس اللي أدائهم عالي لازم أدعم هذا الأداء ودعم السلوك الجيد. دلوقتي نتنقل للنقطة الرابعة في موضوعنا وهي مين اللي بيقيم أداء العاملين في المنظمات؟ مين المسؤول عن تقييم أداء العاملين؟ العلم بيقول لي إن مفيش مسؤول واحد فقط اللي هو المشرف، لأ ده فيه عدة ناس أو أفراد محيطين بالموظفين هم المسؤولين عن تقييم أداء العاملين. أول واحد اللي هو المسؤول المباشر اللي احنا بنسميه المشرف، تاني حاجة إدارة الموارد البشرية، تالت حاجة تقييم الزملاء، رابع حاجة التقييم الذاتي، خامس حاجة تقييم العملاء، سادس حاجة تقييم بنسميه 360 درجة. تعالوا مع بعض نشوف كل واحدة من دول إزاي بيتم تقييم أداء العاملين من خلال الأداة دي. أول مسؤول عن تقييم أداء العاملين هو المسؤول المباشر اللي احنا بنسميه المشرف، اللي هو بيبقى بيشغل الموقع المناسب للتقييم لأنه هو قريب جدا من الموظف، هو اللي بيديله التعليمات، هو اللي بيطلب منه المهام، وهو اللي بيحدد أساسا هذه المهام، وهو معاه يوميا، وبالتالي هو أقدر الناس على تقييم أداء العامل أو الموظف. ده أول واحد وإحنا بنسميه المسؤول المباشر. المسؤول الثاني عن تقييم أداء العاملين هو إدارة الموارد البشرية. إدارة الموارد البشرية ما بتقومش بالتقييم الموظفين أو العاملين بشكل مباشر، لا هي مسؤولة عن إيه؟ هي أساساً اللي بتحط نماذج التقييم اللي بيتم توزيعها على كل المشرفين في كل الأقسام والمديرين في كل الإدارات، وبعد هذه النماذج ما بيتم تملئتها أو تعبئتها بتقوم إدارة الموارد البشرية بتجمعها وبتترجم اللي فيها إلى تقديرات زي ما هنشوف بعد كده. كمان إدارة الموارد البشرية مسؤولة عن تدريب المشرفين نفسهم اللي هم بيقيموا أداء الموظفين، تحط لهم برامج تدريبية عشان تحسن أدائهم في عملية التقييم. في تقييم آخر وهو تقييم حديث بيسمى تقييم الزملاء. أحياناً المشرفين بيطلبوا من الزملاء إن هم يقيموا أقرانهم أو الموظفين اللي معاهم زملائهم يعني. الموضوع ده
أثار جدل. في ناس بيحبوا إن الزملاء يتم تقييمهم، وفي ناس بيرفضوا الوسيلة دي لأن بيقول لك إن بيحصل فيها نوع من التحيزات. لكن الناس اللي بتقول إن دي وسيلة جيدة اللي هي تقييم الزملاء لبعضهم لبعض، بيقولوا إن ده بيحسن التواصل والتماسك بين الأفراد. لحد دلوقتي ما قدرش يوصلوا فيها لنتيجة معينة، هل هي فعلا أسلوب جيد ولا أسلوب غير جيد؟ اللي بيفضلوها عشان هي بتؤدي إلى التماسك والتواصل بين الأفراد، والذين لا يفضلونها ما بيفضلوهاش لأنها بيلاقوا فيها نوع من التحيز، لكنها أحد الوسائل الموجودة والمستخدمة في بعض المنظمات. أيضا في وسيلة أخرى بتستخدم لتقييم أداء العاملين، تستخدم كوسيلة مكملة لتقييمات المشرفين، وهي التقييم الذاتي. أحيانا المشرفين بيطلبوا من الموظفين إن هم يقوموا بتقييم أنفسهم ويدوا درجات لأنفسهم. في ناس بتعترض على هذه الطريقة لأن هم بيلاقوا إن عادة العاملين بيعطوا نفسهم درجات أكتر من اللي بيعطيها ليهم المشرف، فعشان كده برضو في ناس لا يفضلونها. لكن اللي بالناس اللي بتفضل هذه الطريقة اللي هي التقييم الذاتي بيجدوا إنها indication، بس بيعرفوا كده رأي الموظف في نفسه إيه، وبيقارنوا رأي الموظف برأي المشرف. أيضا إحدى الوسائل المستخدمة في تقييم أداء العاملين هي تقييم العملاء. كثير من الشركات بتطلب من عملائها تقييم أداء الموظفين اللي بيقدموا الخدمة ليهم. نلاقي الحكاية دي كتير جدا في المطاعم، في الأوتيلات، في البنوك. دي من أفضل الوسائل المستخدمة لتقييم أداء العاملين، لأن العميل ما بيعرفش الموظف، العميل فقط بيقيم الخدمة اللي بتقدم له من خلال الموظف ده، فده بيبقى انعكاس مباشر على أداء الموظف. ودي من أفضل الطرق ليه؟ لأن فيها نوع من العدل، لأنه عندما يتكرر شكوى العميل من أداء موظف لا يمكن أنا أسويه بأداء موظف آخر العميل بيشيد بسلوكه. وبالتالي من أفضل الطرق اللي بيتم اعتماد عليها في كل المؤسسات الخدمية اللي هي بتقدم خدمة للجمهور. آخر وسيلة لتقييم أداء العاملين بتسمى بـ 360 درجة. ليه بتسمى كده؟ لأن المشرفين أو الشركات بتقوم بأخذ آراء كل الناس المحيطين بالموظف، فتاخد برأي المشرف، تاخد برأي زميله، بتاخد رأيه هو في نفسه، بتاخد رأي العميل، كل المحيطين به، وتعمل متوسط أو أفريج للتقديرات اللي هؤلاء الأشخاص مدينها للموظف. بيقول لك إن هذه الوسيلة من أفضل الوسائل لأنها بتجمع بين كل الآراء، وبالتالي ما بيكونش فيها أي نوع من التحيز. دلوقتي هنتنقل للنقطة الرابعة في موضوعنا، وهي نقطة في غاية الأهمية، اللي هي طرق تقييم أداء العاملين. واحد ممكن يسألني، إحنا لسه بنقول على تقييم أداء العاملين طرق تقييم أداء العاملين؟ لا، اللي أنا اتكلمت عليه مش طرق تقييم أداء العاملين، اللي اتكلمنا عليهم دول المسؤولين عن تقييم أداء العاملين، اللي هم الأشخاص، سواء كان الشخص ده قد يكون المشرف، قد يكون الزميل، قد يكون الموظف نفسه، قد يكون العميل، قد يكون إدارة الموارد البشرية. إنما هنا بتكلم على الطرق نفسها المستخدمة في التقييم، اللي هي زي ما بتشوفوها انتوا في مؤسساتكم وشركاتهم، النماذج اللي بتستخدم في تقييم أداء العاملين. هم الطرق دي، في طرق كثيرة جدا، لكن أنا هتكلم معاكم على الثلاث طرق اللي عمليين المستخدمين، عشان ما تدكوش كلام نظري، اللي إحنا مستخدمة فعلا في الشركات والمؤسسات، سواء المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة. الثلاث طرق دول اسمهم إيه؟ أول طريقة اسمها طريقة التدرج البياني، وهنشوف بالظبط بالتفصيل عنها.
الطريقة التانية طريقة التوزيع الإجباري، هنشوفها برضو، ودي الطريقة الشائعة. الطريقة التالتة طريقة الأحداث الحرجة. هنشوف في السلايد الجاية كل طريقة من الطرق دي بالتفصيل. شوف الأول طريقة، أول طريقة في تقييم أداء العاملين بنسميها طريقة التدرج البياني، علميا كده بنسميها إحنا طريقة التدرج البياني اللي هي الجرافيك سكيل، لكن إحنا أنتوا بتسموها في المنظمات عندكم بنسميها اللي هو النموذج. يعني طبقا للطريقة دي بيبقى فيه نموذج، النموذج ده منقسم لقسمين أو لعمودين، عمود رأسي وعمود أفقي. العمود الرأسي بيتم فيه تحديد عناصر التقييم، العناصر اللي هيتم على أساسها تقييم الموظف، زي مثلا قد تكون إيه؟ إنتاجية الموظف، جودة العمل اللي هي نوعية العمل، اتصالاته مع الآخرين، تعاونه مع الآخرين، تحمله للمسؤولية، الابتكار، كل العناصر اللي مطلوبة من الوظيفة في الوظيفة بتوضع في هذا العمود الرأسي، ودي العناصر اللي بيتم تقييم الموظف على أساسها اللي هي العناصر المرتبطة بالوظيفة. العمود الأفقي بنكتب فيه الدرجات، الدرجات إيه؟ الدرجات متدرجة 5 4 3 2 1، دي بنقيس بيها العناصر اللي احنا حاطينها. يعني فور اكزامبل، كمثل مثلا، انتاجية العامل هديها كام؟ هديها 5 ولا 4 ولا 3 ولا 2 ولا 1؟ جودة أدائه أو جودة عمله هديها 5 ولا 4 ولا 3 ولا 2 ولا 1؟ وهكذا يقوم القائم بالتقييم اللي هو دائما بيكون المشرف باختيار الدرجة اللي بتتفق مع أداء العامل بالنسبة لكل عنصر من العناصر الموجودة في النموذج. دي طريقة معروفة جدا، طريقة التدرج البياني أو طريقة اللي هو النموذج، وأنا متأكدة أن أنتوا بتستخدموا هذه الطريقة في منظماتكم لأنها موجودة عندنا هنا برضو في مصر. بنكمل مع بعض في السلايد دي، بنشوف طريقة التدرج البياني دي إيه عيوبها وإيه مزاياها، علينا ان احنا نعرف كده لان احنا بنستخدمها اساسا في المنظمات. فمزاياها ايه؟ ان انا بقدر اطبقها على عدد كبير جدا من الموظفين لان نموذج وبيتم توزيعه على المشرفين كلهم، والمشرفين حافظين هذا النموذج وما بيحتاجش حتى ان انا ادرب المشرفين عليه لانه نموذج معروف جدا. دي احد مزاياها الاساسيه. انما عيوبها ايه؟ هي ليها عيبين اتنين، ده اللي بيخليني ما بستخدمهاش لوحدها. ايه العيبين الاتنين اللي فيها؟ ايه عيوبها؟ ان العناصر التقييم اللي احنا حاطينها دي اللي هي في العمود الرأسي احيانا كثيرا بتبقى لا يمكن فهمها، احيانا كثيرا لا يمكن فهمها او مش لا يمكن فهمها، ما بتكونش دقيقة. فور اكزامبل، على سبيل المثال ايه؟ لما انا اكتب كلمة الابتكار والتجديد في الوظيفة، أنا مش عارفة يعني إيه ابتكار. أنا كمشرف وبقيم أداء الموظف، فأجي أدي مثلا أحمد أديله 9 من 10 في الابتكار والتجديد، وأدي علي مثلا 5 من 10 في الابتكار والتجديد، ليه أنا أديت ده 10 وليه أديت ده أنا 5؟ إيه اللي هو عمله اللي عمله أحمد وعلي ما عملهوش؟ لازم أحدد إيه المقصود بالابتكار مثلا أو التجديد، إيه المقصود؟ هل هو دخل طريقة جديدة في العمل؟ هل هو طور وضع، طور نموذج، طور إجراءات؟ لازم أحدد إيه المقصود بكل عنصر من العناصر دي، وإلا هيبقى هنا في ظلم عليه. برضو على سبيل المثال، لما أكتب كلمة النزاهة في العمل، لازم أقصد بالنزاهة في العمل إيه؟ عشان لما أدي 1 10 وأدي 1 3 يبقى الموظفين عارفين إيه الفروق، ليه ده أخد 10 وليه ده أخد 3. العيب التاني اللي موجود في هذه الطريقة، ده العيب الأولاني موجود في العمود الرأسي اللي هي العناصر اللي بيتم على أساسها التقييم. العيب التاني اللي موجود في الإيه، في
العمود اللي هو الأفقي اللي هو فيه الدرجات. الدرجات دي لازم لو بقيس بيها على أساسها العناصر، هذه الدرجات لازم تكون واضحة ومحددة، أحيانا تكون غير واضحة. لما أكتب ممتاز، جيد جدا، جيد مثلا، أتدرج كده فيها، مقبول، ضعيف، لازم الموظف والمشرف الاتنين يكونوا عارفين إيه اللي مقصود بامتياز، إيه اللي مقصود بجيد جدا، إيه اللي مقصود بضعيف، إيه اللي مقصود بمقبول. أو لما أدي 5 4 3 2 1 برضو يكون معروف إيه المقصود بالمستوى بهذه المستويات. لابد أن يكون العمود الرأسي الذي يشتمل على اللي هي عناصر التقييم تكون واضحة جدا جدا، وكمان العمود الأفقي اللي محطوط فيه المقياس نفسه أو التدرج نفسه لابد أن هو يكون واضح ومحدد. نتنقل للطريقة التانية، وهي طريقة من أكثر الطرق شيوعا في المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية برضو، اللي هي بتسمى التوزيع الإجباري. وكلمة الإجباري اللي هي بيتم توزيع الموظفين بشكل إجباري على المنحنى اللي انتوا عارفينه، منحنى مشهور، منحنى اسمه منحنى التوزيع الطبيعي المعتدل. المعتدل يعني ايه؟ المنحنى ده اللي موجود بيتركز دايما عند الوسط، وبيقل كلما ابتعدنا عن الوسط ويقل خالص عند الأطراف. بمعنى ايه؟ لو انت في قسم وفي 20 موظف، يجي الرئيس المباشر بيستخدم طريقة التوزيع الإجباري، فيعمل إيه؟ 20 موظف يروح أخد منهم 8 يحطهم في النص يديهم جيد، 8 يحطهم في النص يديهم جيد، شوفوا هنبتعد عن النص، فيروح حاطط 4 جيد جدا من ناحية اليمين كده، و4 يحطهم اللي هو مقبول. هنبعد نبعد ونوصل للأطراف اللي هي بتقل فيها خالص، يروح حاطط 2 ممتاز في الطرف اليمين واتنين ضعيف في الطرف الشمال. انت هتقول دي طريقة، هل دي طريقة لتقييم أداء العاملين؟ هي دي طريقة ومستخدمة في كل المنظمات، لأن لازم يطلعوا عدد يدوله ممتاز ولازم يطلعوا عدد ضعيف. هما طبعا مش بيطلعوها كده عشوائيا، هما بيطلعوها بناء على النموذج السابق اللي أنا قلت لكم عليه، اللي هو طريقة اللي بنسميها التدرج البياني. ثالث طريقة وآخر طريقة في طرق من طرق قياس العاملين هي طريقة الأحداث الحرجة. يعني إيه طريق؟ يعني إيه الأحداث الحرجة؟ طبقا للطريقة دي، ودي أنا في نظري من أفضل الطرق وأكثرها موضوعية، طبقا للطريقة دي المشرف بيجي بيحتفظ بسجل لكل عامل. في السجل ده بيكتب فيه كل السلوك والأداء الإيجابي للموظف وكل السلوك السلبي له. بيسموها الأحداث الحرجة، يعني لما يجي يطلب منه في وقت في المنظمة بتعاني من مشاكل، أو القسم الديبارتمنت نفسه بيعاني من مشاكل، ويطلب منه مثلا إنه يشتغل ساعتين إضافيتين أكتر من غير مقابل ويوافق، فيكتب في السجل ده ويكتب التاريخ ويكتب موافقة الشخص، لأن ده سلوك معين هو عمله، ما كانش مطلوب منه أو مش مكتوب في توصيف الوظائف، ولكنه هو أداه. برضو لو جه وطلب من شخص آخر شيء مع أنه يغطي زميله في موضوع معين أو في مهمة معينة ولكن رفض، يكتب ويسجل هذا السلوك السلبي. طريقة الأحداث الحرجة من أفضل الطرق. ليه؟ لأن أنت بتكتب فيها كل شيء، كل الإيجابيات والسلبيات بتاعت الموظف، وتيجي في نهاية الـ6 شهور تقعد معاه وتقول له عن أدائه، تكلمه عن أدائه، فإن اعترض عن الأداء ده بتطلع له السجل ده وبتخليه يشوفه قصاده كأنه دوكيومنت أو حاجة ريكوردد مسجلة له، فما يقدرش يعترض على حاجة ويبقى المشرف نفسه في السيف سايت. دي من أفضل الطرق لو استخدمت مع طريقة التدرج البياني ممكن التقييم يكون عادل إلى حد كبير.
بكمل لك السلايد اللي فات وبأكد على طريقة الأحداث الحرجة إنها من أفضل الطرق، لأن من أحد مزاياها إنها بتكتب أمثلة عديدة عن الأداء الجيد، وفي نفس الوقت أمثلة عديدة عن الأداء السلبي والنقاط اللي هي يجب تجنبها، بالإضافة إلى إن أهم ميزة فيها إنها بتقيم المرؤوس طوال السنة أو طوال ال6 شهور، كل ما يعمل شيء بيسجل هذا الشيء سواء كان إيجابي أو سلبي. هي عيبها الوحيد فقط إن هي ما فيهاش حاجات رقمية، إن كلها حاجات وصفية، فبالتالي ما بتساعدنيش قوي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمكافآت، ولكن هذا العيب يمكن التغلب عليه من خلال استخدامها مع طريقة التدرج البياني زي ما قلت قبل كده. دلوقتي نتنقل للنقطة الرابعة، أو النقطة مش الرابعة، النقطة الخامسة. النقطة الخامسة في موضوعنا وهي مشكلات تقييم أداء العاملين. إيه المشكلات اللي بيقابلها المشرفين والمديرين في موضوع تقييم أداء العاملين، واللي كمان بيقابلها الموظف أو بتنعكس عليه؟ أنا عندي 7 مشكلات. نشوف كده كل مشكلة وإزاي ممكن نتغلب عليها. أول مشكلة عدم وضوح الهدف من التقييم، هتكلم عليه بالتفصيل. تاني مشكلة عدم وضوح مستويات الأداء المطلوبة، هتكلم عليهم بالتفصيل، ويمكن النقطتين دول أنا اتكلمت عليهم قبل كده بس هقولهم بالتفصيل تاني. رقم 3 تأثير الهالة، هنشوف يعني ايه تأثير الهالة. رابع مشكلة الميل إلى النزعة المركزية، هنشوف برضو يعني ايه النزعة المركزية. خامس مشكلة الميل إلى التساهل أو التشدد. سادس مشكلة تأثير الحداثة. رابع آخر مشكلة التحيز الشخصي. تعالوا مع بعض نشوف كل مشكلة من المشاكل دي. أول مشكلة من هذه المشاكل هي عدم وضوح الهدف من التقييم. إحنا اتكلمنا قبل كده على أهداف التقييم، إن هي أساس لاتخاذ قرارات المكافآت والحوافز والترقيات، وأساس لتحديد نقاط الضعف في أداء الموظف. المشكلة هنا إيه؟ المشكلة هنا إن الهدف من التقييم ما بيبقاش واضح بالنسبة للمشرفين، فبالتالي بيعطوا تقديرات غير موضوعية بناء على هم اجتهاداتهم الشخصية لأهداف التقييم. وعشان كده أنا قلت من الأول إن أهداف التقييم لازم تكون واضحة، وإن أهداف التقييم ليست فقط حكاية حوافز أو حكاية زيادة أجور سنوية، إنما الهدف الأساسي من التقييم الأساسي إن أنا أعرف نقاط ضعف الموظف وإن أنا أعالجها. المشكلة دي اللي هي تاني مشكلة، عدم وضوح مستويات الأداء المطلوبة، وأنا اتكلمت عليها في السياق قبل كده، إن لازم تكون مستويات الأداء اللي هي الأهداف اللي محطوطة للموظف عشان يوصل لها، اللي هو إن هو 20 وحدة، أو يقابل 10 عملاء في شهر، أو يكتب يعد تقارير 6 7 تقارير في خلال 3 شهور، أيا كان المستوى الأداء أو الهدف المحطوط منه. لازم الأهداف تكون واضحة، ولازم تكون قابلة للقياس ومرتبطة بزمن معين، غير كده النتائج كلها هتبقى غير دقيقة. فلابد من مستويات الأداء إنها الأهداف تكون واضحة، لابد إن عناصر التقييم اللي هي زي ما قلت لك كمية الإنتاج، جودة العمل، الاتصالات، التعاون، الابتكار، النزاهة، لازم يكون العناصر دي تكون واضحة، ويكون درجات التقييم نفسها واضحة ومحددة. دول المشكلة بتواجهها كثير من المنظمات، عدم وضوح مستويات الأداء المطلوبة. مشكلة ثالثة بيعاني منها المشرف وبيعاني منها الموظفين هي تأثير الهالة. يعني إيه تأثير الهالة؟ يعني ميل المشرف إن هو يدي تقديرات عالية للموظف نتيجة تأثره بصفة واحدة موجودة في الموظف ده. قد تكون الصفة دي إن مظهره يكون كويس، أو قد تكون الصفة دي إن هو سريع جدا في أداء العمل،
فبالتالي يديله 10 من 10 في كل العناصر الأخرى، في عناصر كمية الإنتاج وجودة وجودته وعناصر التعاون مع الزملاء، فقط لمجرد تأثره بصفة واحدة إن هذا الشخص مظهره جيد أو إن هذا الشخص سريع في أداء العمل أو بيستجيب له بسرعة. دي من أكثر المشكلات اللي بتسبب ضيق الموظفين، واللي هي تؤدي إلى عدم العدالة في والموضوعية في تقييم أداء العاملين. تأثر المشرف بصفة واحدة في الموظف وتعميمها على باقي الصفات. مشكلة أخرى وهي مشكلة النزعة المركزية، يعني باينة من عنوانها النزعة المركزية، إن المشرفين بعض المشرفين بيميلوا إلى إعطاء جميع الموظفين درجة متوسطة. متوسطة يعني إيه؟ تتراوح بين 5 و7، ما يديش لا درجة أعلى من 7 ولا درجة أقل من 5. طبعا الاتجاه ده بيفسد عملية التقييم بأكمله، وخاصة بالنسبة لعملية الترقية وعملية المكافآت، لأن كلهم أخدين 5 و7، فمين اللي هيترقى أو مين اللي هياخد مكافأة؟ مشكلة أخرى وهي الميل إلى التساهل أو التشدد. بعض المشرفين بيميلوا إلى إعطاء الجميع الموظفين درجات عالية، وهو نسمي الشخص ده شخص متساهل أو شخص مرن. بعض المشرفين يميلون إلى إعطاء كل الموظفين درجات قليلة، وده اللي بنسميه شخص متشدد. يعني ده بيرجع إلى السمات الشخصية للمشرف، لأنه بيتجاهل مستوى الأداء الفعلي للعامل. طبعا المشكلة دي ممكن التغلب عليها، احنا دايما نقول كده ان ما نخليش واحد بس هو اللي يقيم الموظفين، وعشان كده احنا اتكلمنا لما قلنا مين المسؤول عن التقييم، وحطينا ناس كتير، ان ما نكتفيش بالمشرف فقط، وانما كمان لازم نلجأ الى تقدير المدير وتقدير الزملاء وتقدير الموظف في نفسه وتقدير العملاء، ونجمع كل ده وناخد المتوسط. فلابد من وجود اكتر من مقيم، لجنة تضم عدد من الاشخاص تقيم الاداء وتنظر للاداء الفعلي للعامل وتقارنه بمستويات الاداء المطلوب، فيبقى هنا في نوع من الموضوعية ونوع من العدل. مشكلة اخرى ايضا في تقييم اداء العاملين وهي تأثير الحداثة. يعني ايه الحداثة؟ الحداثة هي معناها اعتماد المشرف على سلوك واداء الموظف في الفترة الأخيرة فقط، وتجاهل أداؤه طوال فترة العام، يعني بتأثر بالفترة الأخرانية. بمعنى إيه؟ إن شخص ممكن يكون منتظم طوال السنة، ويجي يحصل له ظروف في الفترة الأخيرة وما يحترفش. هنا المشرف بيتأثر بالفترة الأخيرة فيديله تقدير منخفض، وينسى أداؤه كله وانتظامه كله طوال الفترة السابقة أو طوال فترة العام. أو العكس صحيح، شخص يكون أداؤه سيء جدا طوال العام ومش منتظم في العمل طوال العام، ويجي في الفترة الأخيرة في ال3 شهور الأخرانية ينتظم ويعطي أداء عالي جدا، فيجي المشرف يحاسبه على هذا الأداء ويتجاهل ما حدث طوال السنة الفترة اللي قبل كده. طبعا دي بالشكل ده في عدم عدل كبير، ولكن المشرفين لو استخدموا طريقة الأحداث الحرجة اللي كلمتكم عليها، إن هو يكون في سجل لكل موظف من بداية العام، ويكتب في السجل ده كل الأحداث اللي بتحصل للموظف وكل سلوكه الإيجابي والسلبي يوميا وشهريا، هنا نقدر المشكلة دي تتحل، لأن كل حاجة مكتوبة طوال العام. وعشان كده انا قلت لكم من قبل كده ان الاحداث طريقه الاحداث الحركه من افضل الطرق. اخر مشكله من مشاكل تقييم اداء العاملين هي مشكله التحيز الشخصي. يعني ايه التحيز الشخصي؟ ان المدير او المشرف يتحيز لبعض الموظفين دون غيرهم، او يتحيز لموظف معين. العلاقات الشخصيه بين الرئيس والمرؤوس لما بتكون علاقات جيدة بتؤدي إلى تقديرات جيدة، ولما بتكون العلاقات سيئة بتؤدي إلى تقديرات سيئة، وده هو ما يسمى بالتحيز الشخصي،
لأن هنا لا بيقيس عناصر تقييم حقيقية ولا بيدي درجات حقيقية بناء على عناصر التقييم. حاجة كمان موجودة من التحيزات الشخصية إن بعض المشرفين بيميلوا إلى إيه؟ إن لما يكون المشرف رجل وهو بيميل إلى النوع هنا إلى نوع الرجال، فيدي هنا الرجال تقديرات عالية ويدي المرأة تقديرات منخفضة، أو العكس صحيح إن هو يميل إلى المرأة وليس إلى الرجل فيدي المرأة تقديرات عالية ويدي الرجل تقديرات منخفضة. نوع آخر من التحيز الشخصي برضو لو مرتبط بالسن، الناس الكبار في السن، المشرفين الكبار في السن بيميلوا إلى، قد يميلوا إلى برضو الأفراد الكبار في السن فيديهم تقديرات عالية، أو قد يكون شخص المشرف بيميل إلى صغار السن فيديهم تقديرات عالية أو وهكذا. فالتحيز الشخصي مرتبط بالعلاقات الشخصية بين المشرف والموظف، كمان مرتبط بالنوع ومرتبط بالسن. كل المشكلات دي يمكن القضاء عليها لو احنا اتبعنا الطريقة الصحيحة في التقييم، اللي هي النموذج تقييم أداء العاملين، إن تكون فيه العناصر التقييم ومحطوطة واضحة ومحددة وقابلة لكلها، قابلة للقياس ومرتبطة فترة زمنية معينة، وتكون مستويات التقييم واضحة اللي هي ممتاز وجيد جدا وجيد وجيد، مع استخدام طريقة الأحداث الحركة اللي هو الاحتفاظ بسجل مع لكل موظف على مدار السنة. دي من أفضل الطرق التغلب على كل مشكلات تقييم أداء العامل. نتنقل دلوقتي إلى آخر نقطة في موضوعنا، وهو موضوع تقييم أداء العاملين. النقطة دي هي مقابلة تقييم أداء العاملين. في المقابلة دي المشرف بيقابل المرؤوس، بيقعد معاه، بيقول له عن نتيجة تقييم أدائه، بيقول له عن نقاط القوة والضعف، فبيعزز نقاط القوة وبيتفق معاه على كيفية علاج نقاط الضعف بتاعته، بيحطوا خطة كده لعلاج نقاط الضعف. المفروض لما المشرف يقعد مع المرؤوس لو عايز يوجه له أي نقد لازم يراعي في النقد الموجه ده، ودي من أهم النقاط اللي يجب على المشرف أن ياخد باله منها في مقابلة تقييم الأداء، إن هو لما يوجه نقد نمرة واحد يحافظ على كرامة الموظف وهو بيقول النقد ده. النقد ده لازم يكون موضوعي وبعيد عن التحيز، موضوعي يعني مبني على عناصر التقييم نفسها ومبني على الأحداث الحرجة اللي واجهها الموظف، فلابد ان هو يتسم بالموضوعية ويبتعد عن كل الحاجات الشخصية. الحاجة المهمة كمان ان لازم عدم مقارنة أداء الفرد بالآخرين علنا نهائيا، لازم النقد يكون غير علنيا، يعني يكون بس بين الموظف وبين المشرف، عكس لو انت عايز تمدح الموظف هنا ممكن تمدحه علنيا. الحاجة المهمة ان انا لازم ايضا ادي المعلومات للموظف دايما بشكل دوري عشان يعالجها بشكل مستمر قبل ما نوصل مع بعض لمقابلة تقييم الأداء.